العيد السنتين هذه نعدي كثير من الامور كما قلت جاهزين ان شاء الله. طيب بالنسبه للموضوع بتاع شقيق موروث الثاني المعلومات تقريبا معناها لازم احنا ما نكونش متحافظين عليها لكن لازم نتبعوا عليها نقوم بعمليات التخصيص اللازمه اذا كانت تبقى هي معطيات الهيكله الجديده سيد الوزير للوضع فيما يخص الضيوف ومقاولات كبيره على المقاهي تفتح في شهر رمضان السعوديه شفنا معناتها شكون ثم شكون حتى مش القانون هل هناك قانون يمنع انها تفتح ثم اذا كان ما فماش قانون الشخص هذا اللي يدور كيفاش باش نتعامل معاه؟ المقاهي